أول يمكن حاجة أحب أوجه رسالة، واليوم أنا قابلت منظمات الأمم المتحدة العاملة في غزة، قابلتهم كل المنظمات هذه، وجهت لهم رسالة إن غزة محتاجة لدعم كل فرد وكل مؤسسة تعمل هنا. الطلبات زادت في غزة، الأدوية نقصت في غزة، المواد الغذائية نقصت في غزة، احتياج الناس زاد، الفقر زاد. لازم نوجه رسالة للعالم إن غزة إذا لم تقف الدول مع غزة والأمم المتحدة، وكل هذا المنظمات اتفقوا معي في الكلام، إن يجب إنقاذ غزة، وإنقاذ غزة يجب اتخاذ قرارات صعبة لإنقاذ غزة، وإلا نحن على شفا حرب لا محالة. والحرب القادمة إذا جات على غزة راح تحرق الخضر واليابس، ليس غزة فقط بل جيران غزة الشمال والجنوب. وينذر الكارثة الموجودة الإنسانية هذه، ينذر بخطر شديد، ويجب على الدول أن تحذو حذو قطر لتساعد لمنع هذه الكارثة على أرض الواقع، لأن غزة بلا حكومة وبلا مؤسسات، كل المنظمات الدولية العاملة هي اللي تقدم خدمات لغزة، وقطر تقدم الخدمات لغزة، وقطر لبت الدعوة، لبت دعوة أمم المتحدة لإنقاذها من نفاذ الوقود في المستشفيات ومضخات الصرف الصحي ومضخات المياه، ولكن هذه ممكن الأدوية الوقود لمدة شهر، والأدوية تكفي يمكن شهرين أو 3 أشهر، ولسة الأدوية كل شهر في ازدياد من أسوأ إلى أسوأ. واحتياجات الناس كثيرة، وخصوصا للأطفال اللي يحتاجون حليب من النوع الخاص لإنقاذهم. هناك طلبات كثيرة، هناك احتياجات غزة كثيرة. الدعم، خل الدعم، خل دعم أونروا، خل الدعم منظمات كثيرة، فغزة محتاجة وقفة دولية من كل الدول ومن الأمم المتحدة لإنقاذ غزة من كارثة، إما كارثة أو حرب. خيارات نفذت، ورسالتي للجميع، خيارات نفذت، يوجد خيار واحد حاليا، إذا لم يتم إنقاذ غزة هذا خيار الحرب. والخيار هذه خيار مش بس كارثة على غزة، كارثة على غزة وعلى إسرائيل. وهي الرسالة أبي كل واحد يسمعها، وكل واحد يأخذ بعين الاعتبار، وإن هاي أشياء واقعة على أرض الواقع، وأشياء راح تصير إذا لم يتم اتخاذ قرارات سليمة بخصوص غزة، ومنع حدوث كوارث إنسانية أو حرب جديدة إذا يريدون. فهذا رسالتي للمجتمع الدولي والدول الحرة أن تحذو حذو قطر، وحتى تبعث ناس من عندها تشوف الوضع الحالي كيف في غزة، في تدهور مستمر في كل مناحي الحياة. فهاي رسالتي موجهة لكل العالم. سعادة السفير، يعني ربما هذا كلامك هو كلام الأقوى اللي يصدر عن حضرتك، يعني بعد زيارتك لغزة، يعني كلام صعب وينطوي على كثير من الرسائل لكثير من الأطراف. يعني على ماذا بنيتم هذا التحذير؟ على بنيت هذا الكلام، اجتمعت مع كل الأطراف، اجتمعت البارحة لأكثر من 4 ساعات مع الجماعة في حماس، اجتمعت لإيجاد حلول، هم مستعدين لإيجاد حلول حسب الإمكانيات، ولكن الطرق مسدودة، طرق مسدودة، طريق المصالحة
خلال 8 شهور لم ينفذ شيء. طريق السلام صار لنا 30 سنة، المصالحة من 2008 ما صار شيء. الإنسان في غزة لا يستطيع أن يتحمل بدون غذاء ودواء وكهرباء وماء أبسط سبل العيش الكريم لمدة السنين هذه، لأن الأمور السياسية هاي تنحل. فالخيارات المتاحة لهم خيارات بسيطة، والإنسان في غزة مثل ما اللي طلع على الشبك من يومين يقول أفضل لي أموت وأفضل لي الإسرائيليين يعتقلوني أروح أعيش في السجون أكل وماء وشرب من أعيش الحياة البائسة. قبل يومين ثلاثة نفس الشيء، والد ذبح ابنه إنزين شق بطنه إنزين ليش؟ من الحياة اللي هو عايشها. فالإنسان يفضل الموت بشرف ولا يفضل الموت ببطء في هذا الحياة. فما في مجرات، المجرات تسكرت عنده إنزين، والحلول محدودة. فنريد تدخل لإنقاذ الشيء هذا، نريد تدخل الدول في هذه لإنقاذ غزة. وأنا أشكر هنا سمو الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر إنه لبق طلب، لما إحنا شفنا إن غزة محتاجة على طول لبى خلال ساعات الطلب وأرسلني أنا إن ننفذ على الأرض الواقع. وأنتوا شفتوا أمس إحنا نفذنا أول مرحلة اللي هو الأدوية، وإن شاء الله خلال الأسبوع يكتمل الأدوية، والغذاء إن شاء الله هالأسبوع دخلنا، والأشياء الثانية كلها بننفذها خلال الأسبوع. فإحنا نبي الدول تحذو حذو قطر وتنفذ على أرض الواقع بصورة عاجلة. الدول في بروكسل اجتماع شهر لإنقاذ غزة، على أرض الواقع ما حد قدم شيء غير قطر. انزين نبي الدول الأخرى تقدم إنسولين، مش موجود في قطر في غزة لمعالجة مرض السكر. انزين فهي المشكلة مشكلة كبيرة 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 جدا، وهذه مش رأيي أنا، هذه الرأي حتى منظمات أمم المتحدة. اليوم أنا مقابل أكثر من الساعة 11 إلى الساعة إلى حاليا مقابل 17 منظمة وجهة، أبلغهم هذا الكلام وأبلغهم المأساة، وهم يشاطروني بنفس الشيء وعندهم نفس المشاكل، نقص في الموارد اللي عندهم. فالرسالة مش من عندي أنا، رسالة من كل هالمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة والمنظمات الأخرى. سعادة السفير، يعني بالأمس كان في مؤتمر وتحدثت فيه عن توزيع 9 مليون دولار للشعب الفلسطيني بمختلف شرائح المجتمع، كل بدنا توزيع كل واحدة على حدة، خاصة إنه في رسالة من الشباب الفلسطينيين بيسألوني عن موضوع الزواج، شو بدي أعمل في موضوع الزواج غير موضوع الخريجين، هاي واحدة. تاني إشي بدنا توضيح للي صار بعد المؤتمر من قبل العمال. أصلاً التوزيع إحنا بلغناكم في المؤتمر، التوزيع اللي هو للأدوية مستلزمات طبية للأكل، حتى مع الأكل مع المواد الطرود الغذائية في مبالغ نعطيهم لغاز الطهي، لأن بدون غاز الطهي ما عنده فلوس للطهي، يعني راح ندفع لهم هذه. للجامعات في مليون، لزواج فيه، لمشكلة حل الإسكان البسيط بدل ما ندفع إيجارات شهرية كثيرة، نحاول نرمم بيوت بمبالغ بسيطة أو بناء غرفة غرفتين حق شخص يقدر نوفر في هذه ونحل بعض المشاكل. بس هذه مشاكل موجودة وفي ازدياد، يعني مهما احنا نقدم الطلب زيادة الطلب أكثر من ما نقدم. يعني مثل الإسكان، نقدم مثلا قطر قدمت 4000 وحدة سكنية، أكثر دولة بنت إسكان في قطاع غزة 4000 سكن ومستمرين البناء، ولكن احتياجات غزة كم؟ 100,000. وكل شهر كل سنة يزيد على الأقل، كل سنة فيه 54,000 من المواليد زيادة في قطاع غزة،
54,000، يعني على الأقل نحتاج في كل سنة 1000 وحدة سكنية، 1000 وحدة سكنية. وعندنا تراكمات البيوت من 2008، من 2008 في تراكمات ما حلنا مشكلتها. أنا واحد شخصيا على النطاق الشخصي قاعد أدفع أجارات بيوت من 2008 بيوت، وعلى أساس أن المشكلة تنتهي في سنة أو سنتين، ما انتهت، فملتزم معهم 10 سنوات، ما أقدر أرمي العائلات برا في الشارع. أنزل فمتكفل بمئة عائلة مثلا، أنا المئة عائلة هذه كل من 10 سنوات تكفل فيهم، لازم أدفع لهم الأجارات، لأن الوضع أعرف أنه ما تحسن الوضع. يعني مش الموضوع أن زيادة الاحتياج الأدوية، فرضا خلنا أقول لك الأدوية اليوم إحنا اعتمدنا 1,880,000 تقريبا دولار للأدوية لمدة 3 شهور حسب الكشوفات اللي أعطونا. بعد شهر تحصل الكشوفات هذه في ازدياد في أنواع أخرى من الأدوية في النفاذ. يعني إحنا نقدم من هنا ولكن في الطلب، زيادة الطلب أكثر من التقديم. فإحنا علشان هذه أنا أحث الدول، أحث الدول العالم والأمم المتحدة وهاي إنه يحتاج تكاتف دولي مش بس على دولة قطر إنه تقدم كل شيء. اللي صار أمس في المستشفى بسيط جدا. في غزة لا توجد حكومة، الشخص اللي يقدم منه يهاجمون الأونروا منظمات الأمم المتحدة وقطر إنه هي اللي بتقدم، وأنا قطر تقدم، فالكل يبي قطر تحل مشكلتها. يعني الشركة اللي ما دفعت رواتب الموظفين هاي عقدة مع السلطة، وزارة الصحة والسلطة عقد نظافة عندهم، وهذا ما دافعين رواتبهم 4 شهور الحين أو 5 شهور، يبون قطر تحل مشكلتهم. احنا كدولة نحل مشاكل، بس ما نقدر نحل مشاكل 2,000,000 شخص في كل مناحي الحياة. فأساس هذه رسالتي أنا للعالم كله. لكن اللي طلع في قنوات المفبركة هذه والصحف الصفراء وهذا احنا مو مهم، لا يثنينا عن قيام بعملنا. يعني هاي بسيط، يعني احنا متوقعين من ان اذا حبوك قطر حبوا قطر 99 اكيد في 1% يمكن ما يحبنا، فلازم يطلع يشوه صورة قطر وهاي. ولكن اهل غزة عارفين ايش قطر قدمت من شمالها لجنوبها، يوميا يشوفون مشاريع، كل واحد يمشي على الشارع يعرف منه اللي مسوي الشارع، وكل واحد من السكن يعرف منه مسوي المستشفى شو مسوي، مسوين اكثر من 110 مشاريع، فالكل اهل غزة عارفين. ولا يثنين هاي الكلام اللي طلع هذه في الاخبار، بالعكس يحثنا اكثر ان نسوي، لان في من ناس مغرضين من الدول الثانية يبون يخربون على غزة ويخربون على قطر. ولا تثنينا هذا الشيء يعني من قيام بعملنا بواجبنا. سعادة السفير، هل ستلتقون بأي مسؤولين من السلطة أو الحكومة لوضعهم في صورة وضعهم؟ طبعا أنا عندي بكرة لقاء مع الدكتور رامي الحمد الله، إن شاء الله أشوفه حطه في الصورة، وعندي لقاء مع فخامة الرئيس أبو مازن وأشوفه يوم طلعته يوم 17، لأنه هو في نيويورك الحين بيرجع 26 27 بشوفه. وعندي لقاء مع المسؤولين، وعندي لقاء مع نيكولاي ميلادينوف بعد بكرة، وعندي مع مسؤولين ثانيين نحطهم في الصورة، ونحطهم المرة في صورة الوضع أن الوضع مأساوي، الوضع لا يتحمل، لا يتحمل التسويف أكثر من هذه، لا يتحمل عدم قيام الدول بمسؤولياتها تجاه هذه. وإلا تحملوا المسؤولية، أنتم تحملوا المسؤولية، والمرة المسؤولية بيكون جسيمة. وهذا الكلام اللي أقول أنا مسؤول عنه، إن هالمرة إذا صار شيء، إذا ما أنقذ غزة من هذه، ما أنقذت غزة والناس وهذه، صعب إن المحافظة على التهدئة. وهي رسالة للجميع موجهة، إنزين، وإن شاء الله بيأخذونا على محمل الجد هذا الرسالة. وهذا موجود أنا في غزة من أكثر من 5 سنوات 6 سنوات، عارف غزة وعارف الإسرائيليين، أروح وآجي وعارف الدول الثانية وعارف متى يضرب الخطورة، وأنا عارف الوضع هذه. صح لا يريدون، إسرائيل لا تريد الحرب وحماس لا تريد حرب هذه، بس إذا توفرت حياة
أبسط سبل الحياة لغزة نقدر نمنع أي شيء، نقدر نمنع هذا الشيء. لكن إذا ما توفرت أقل سبل الحياة والناس تموت في الشوارع والناس تموت من مرض والناس ما عندها حل تروح على السلك، فهناك احتمال كبير ينذر بحرب، وحرب كبيرة.